بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا مشاهدينا الكرام، تستمر الانطلاقات في أشواطنا الصباحية حيث استونفت انطلاقة شوطنا 29 ضمن الانطلاقات الصباحية الخاصة بالحقائق وسنها. نبدأ مع هذا الشوط الخاص بالأبكار لنتعرف مع حضراتكم على المراكز الخمسة الأولى، وأبدأ مع سمحة اللي تحتل المركز الأول، وتعود ملكية سمحة للسيد حران بن سالم بن محمد آل فهيدة المري مع المركز الأول. عندنا تغيير على المقدمة وعلى الصدارة من قبل الحذرة فرج بن طالب بن هادي بن هليل المري مع المركز الأول. المركز الثالث نتابع المركز الثالث الدوحة راشد بن مبارك بن سالم بن حمد المري، ورابع المراكز الشعار بن خموشة مع إنجاز اللي غيرت إلى المركز الثالث مبارك بن مظفر بن محمد بن خموشة العامري. المركز الخامس في هذا النداء الأول متابعينا الكرام الرقم 12 مع بلشة محمد بن عبد الله بن ناصر آل حفيظ المري، هذا شعار مناصر القادم والمنطلق في هذا الشوط. نتمنى التوفيق له ولإخوانه المشاركين، نتمنى التوفيق للجميع يا متابعين. الانطلاقة لا ننسى أن نذكر بأن الانطلاقة إن شاء الله ستكون في تمام الساعة 1:30 من بعد ظهر هذا اليوم، يعني التحضير الساعة 1:00، وننطلق بإذن الله تعالى مع أشواطنا الرئيسية المسائية والسيارات في الفترة المسائية في تمام الساعة 1:30. نتمنى التوفيق للجميع، متمنين لكم أيضا متابعة شيقة وممتعة عبر شاشة قناة الريان الفضائية. متابعينا الكرام إلى المركز الأول نعود. إلى المركز الأول عندنا سمحة لحران بن سالم بن محمد آل فهيدة المري مع المركز الأول، وبلشة بشعار بن حفيظ محمد بن عبد الله بن ناصر آل حفيظ المري يصل بناصر داعم هذا الشعار. المركز الثالث تقدمت إنجاز أحد شعارات ضيوفنا وإخواننا من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مبارك بن مظفر بن محمد بن خموشة العامري. المركز الرابع وصول الذيبة عواد بن محمد بن علي الضرج العطوي على المركز الرابع. المركز الخامس هنا الدوحة راشد بن مبارك بن سالم بن حمد المري، وهذه النتيجة. وأيضا لا ننسى قدوم شعار بن ثلاب في هذه اللحظة مع عوايد محمد بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري. إلى المركز الأول يا متابعين، إلى المركز الأول، إلى سمحة، سمح الله دروبها، سمح الله طريقها، سمح الله انطلاقتها. سمحة، سمحة حران بن سالم بن محمد آل فهيدة المري بن حفيظ، يا بن حفيظ، يا ابو ناصر، يا ابو ناصر، يا ابو ناصر، يا ابو ناصر. بلشة، 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 ويا بلشتكم من بن خموشة على المركز الثالث، ولكن بلشة بالمركز الثاني، وابن خموشة قادم مع انجاز، انجاز. سمحة، 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 انطلاقة الفوز. امتار قليلة، قليلة جدا جدا. هل الشحانية يطمحون ان يحققوا الناموس مع حران بن سالم بن محمد آل فهيدة المري؟ وسمحة، سمحة، 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 سلام الدوحة، سلام، سلام للشحانية، سلام. فوز الدوحة وفوز سمحة، 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 يا سلام. تهانينا والناموس يا حران، تهانينا والناموس يا ابن فهيدة على فوز سمحة بالمركز الأول. حران بن سالم بن محمد آل فهيدة المري على هذا الانتصار والفوز. المركز الثاني انجاز مبارك بن مظفر بن محمد بن خموشة العامري. المركز الثالث، المركز الخامس او الثالث، الثالث يا ابو سعد، الثالث حربة عبد الله بن محمد بن سعيد بن شفيع آل فهيدة. المركز الرابع، المركز الرابع بلشة محمد بن عبد الله بن ناصر الحفيظ المري. المركز الخامس
عندنا اللي بالمركز الخامس من المملكة العربية السعودية وهي الذيبة عواد بن محمد بن علي الضرج العطوي. متابعينا الكرام مشاهدينا الأفاضل على الشاشة تتابعون التوقيت الزمني لسمحة اللي سمح الله دروبها أعلناها بالمقدمة منذ انطلاقة الشوط وقامت راس وأنهت راس. توقيتها الزمني 4:29 ثلاث أجزاء من الثانية. سمح الله دروبك يا حران على هذا الفوز والانتصار. حران سالم بن محمد آل فهيدة المري على هذا الفوز وهذه إنجاز من خموشة 4:30 ثلاثة أجزاء من الثانية. إنجاز ملكيتها للسيد مبارك بن مظفر بن محمد بن خموشة العامري قادم من الإمارات العربية المتحدة الشقيقة 4:33 ثلاثة أجزاء من الثانية. هذه حربة تعود ملكيتها لعبد الله بن محمد بن سعيد بن شفيع المري. تهانينا والناموس للجميع.